تنتظر شركات السيارات العالمية خصوصاً الفرنسية بشغف اللحظة المناسبة للعودة إلى السوق الإيرانية المتعطشة للاستثمارات بعد أن غادرتها بسبب العقوبات الاقتصادية. فالسوق الإيراني واعد والطلب على السيارات في ارتفاع، والمصانع المحلية تعجز عن تغطيته. في العام 2011 وصل إنتاج صناعة السيارات المحلية في إيران إلى 1,600,000 سيارة، وهو العام الذي فرضت فيه العقوبات على هذا القطاع، ما أدى إلى تدهورها بعد ذلك. أعتقد أنه بمجرد رفع العقوبات سيسهم ذلك في ازدهار الاقتصاد الإيراني وكل الصناعات، ونحن يحدون أمل كبير في أن ينتهي ذلك على نحو إيجابي. نتوقع أن نتوصل إلى اتفاق وعقد شراكة وثيقة بين ألمانيا وإيران كما كان الحال عليه في الماضي، حيث كانت الروابط الوثيقة تجمع بين الجانبين، ونأمل في الوصول إلى اتفاق عادل لجميع الأطراف. وشهد قطاع السيارات في إيران نمواً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، مع رفع جزئي عن العقوبات الأمريكية والأوروبية بعد اتفاق مرحلي أبرم في نوفمبر من العام الماضي مع مجموعة 5+1 في جنيف، الذي نص على أن تحد طهران من أنشطتها النووية. تنامت صناعة السيارات الإيرانية هذا العام مقارنة بالسنوات الماضية. نحتل حالياً المرتبة 17 عالمياً فيما يتعلق بإنتاج السيارات السيدان، والمركز 19 في الأنواع الأخرى من السيارات. بدأنا مفاوضات مع شركات صناعة السيارات في العام الماضي وحققنا تقدماً، ولكن لنجاحها يجب رفع العقوبات. ويؤكد المحللون أن إيران قد تصبح سوقاً للسيارات سريعة النمو بحجم يتجاوز 2,000,000 سيارة سنوياً في حالة استمرار انفراج العلاقات الدبلوماسية مع الغرب. وتقوم الحكومة الإيرانية بفرض ضرائب باهظة على السيارات المستوردة لحماية صناعتها المحلية، كما تهدف إلى دعم شركات التصنيع المحلية لديها من خلال جذب مستثمرين أجانب والوصول بالإنتاج المحلي إلى 3 ملايين سيارة في العام 2020.